عقل. نعلم أن الحكومات مهتمة بالبيئة والتغير البيئي والتغير المناخي، وهذا اهتمامهم الشعوب في كل أنحاء العالم والحكومات. هل تضع الحكومات هذا في أولوياتها؟ أعتقد هذا سؤال صعب إجابته في السياق الذي نتحدث عنه. إذا كنا نتحدث عن ملاوي فإن الإجابة بنعم. هناك اهتمام كبير بالتغير المناخي، هناك الكثير من المزارع وهناك الكثير من المشروعات، ويمكن أن أقول لك أن التغير المناخي يجعل الحياة أكثر صعوبة ويؤثر على المحاصيل، ويجب أن يكون هناك استجابة سريعة له، وإنه أمر حرج يجب أن ندركه تماما.